وأوضحت وزارة الصحة أعراض مرض جدري القرود تتمثل فيما يلي: يصاب الشخص بعدوى شديدة في الجسم في صورة طفح جلدي، وأيضا يكون هناك حويصلات في كف اليد. وأكثر الأشخاص المعرضين للإصابة الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وأوضحت الصحة حالة المصاب بجدري القرود. قالت وزارة الصحة والسكان أن الحالة التي تم الكشف عن إيجابية إصابتها بمرض جدري القرود مستقرة وتتلقى العلاج. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحالة المصاب بجدري القرود يبلغ من العمر 39 عام، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللاصقين ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة، ويأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجهازية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية التي يمكن الاكتشاف الفوري عنها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.